صادت المملكة ثغرة لبناء حصن، وقررنا ما نلفت النظر بإدخال مسيرة جمع من خلال تحالف، وقلبنا اسمه لتحالف ينتمي إلى مملكة اليابانيين، بحيث ما يكون في لفت نظر من طرف 79 وما يضربون المسيرة ويحسبون أن هذا حليفهم من 47 اللي هم اليابانيين. والآن تبدأ مهمة 307 بمحاولة بناء حصن في المنطقة، فهل يا ترى تنجح أم تفشل المهمة؟ والله ما يروح راسي شبله وطلع، بس خليني اشوفه. والله لا فقد المشتى في راسه والله.